وللمزيد حول تطورات المشهد العسكري والسياسي في أفغانستان وتقدم حركة طالبان في العديد من المديريات على حساب الحكومة في كابول، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من كابول المحلل السياسي الأفغاني السيد فضل القاهر قاضي. مرحبا بك معنا سيد فضل. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا بكم سيد فضل. في ظل التقدم غير المسبوق والسريع لحركة طالبان في المديريات، هل ترى أن هناك قبولا شعبيا للحركة في ظل هذا التقدم، أم أن القوة تلعب دورا في تقدمكم؟ شكرا على الاستضافة. وطبعا لا شك أن التقدم الذي تحرزه حركة طالبان بعد الانسحاب الأمريكي طبعا هذا كان غير متوقع، لكن يبدو أن الآن المؤشرات تشير بأن هذا التقدم لا شك أنه يأتي ربما أحيانا ربما من الدعم من قبل بعض الذين في بعض المناطق، لكن الذي أراه أن كما تحدث بالأمس الرئيس الأمريكي جون بايدن في المؤتمر الصحفي بأن الآن التقدم الذي طالبان لابد الآن طالبان تدرك بأن الوضع بدأت تشعر بأنها طبعا كما ذكر طالبان أنها لا تريد السيطرة على أفغانستان بالقوة لكن عن طريق المفاوضات. نعم، وهذا يطرح سؤالا آخر سيد فضل. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبقية قوات الناتو يطرح سؤال جديد، هل حركة طالبان في ظل هذا التقدم تستطيع ملء الفراغ الذي تتركه أمريكا؟ لا شك أن ما تركته أمريكا بعد انسحابها لا شك أنها صعب ملء الفراغ، لأنه الآن سيكون هناك ربما سيكون كما حذر الرئيس قائد الجيش البريطاني قبل أيام بأن ربما الانسحاب قد يعمل فوضى في البلد. نعم، لكن أعتقد هناك تقديرات ربما هناك مخاطر من أن ربما ستحدث فوضى أو حرب أهلية كما حذر بعض المسؤولين في عسكريين في بريطانيا. نعم، الحرب الأهلية واردة، ولكن أيضا سيطرة طالبان على معظم أفغانستان أيضا واردة، وهنا نطرح سؤال عن تعامل المجتمع الدولي، هل هو مستعد باعتقادكم للتعامل مع طالبان إذا تولت السلطة في البلاد، أم أنه سيناصبها العداء كما جرى سابقا؟ أعتقد كما سمعنا قبل أيام من تصريحات لمسؤولين أمريكيين لما يبدو هناك كان هناك متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد تحدث بأنه لو جاءت طالبان بالقوة إلى السلطة ربما يعني قد لا تتمتع بقبول من قبل المجتمع الدولي أو قد تنقطع المساعدات طالبان، هذا ما حذره بعض الأمريكيين. وأعتقد أن يعني ربما إذا كانت طالبان تريد أن تأتي بقوة أعتقد أن سيكون هناك أي استجابة. ما سبب هذا القبول مؤخرا لطالبان؟ نعم طبعا لا شك أن ربما الأوضاع قد تتجه نحو الأسوأ، لكن الذي أعتقد أنه لا يمكن لابد هناك يكون هناك مفاوضات ويجب كما سمعنا وكما البيان الذي خرج بالمؤتمر في طهران بأن الوفد الأفغاني وحركة طالبان اتفقا على نعم استمرار المفاوضات. نعم، طيب هل تعتقد أن حركة طالبان تغيرت سياسيا عما كانت عليه في الأعوام الماضية وبالتالي أصبح لديها بعض المرونة السياسية الكافية لتكون في السلطة وتحكم البلاد؟ طبعا التصريحات الذي خرج من قادة طالبان في مؤتمر في اللقاء الذي جرى في باستضافة الخارجية الظريف الطرفين طالبان طبعا كان موقفها أنها
يعني تتفاوض، تحاول ألا تستولي على السلطة بالقوة، كما طبعا لا شك أن طالبان وصلت إلى وتريد أن تدرس دولة المفاوضات، لكن ما نشهده الآن في بعض الأفغانية من تقدم في بعض سيطرة بعض المناطق التي سيطر عليها طالبان تريد أن تحرز موقعا قويا في المفاوضات. نعم، على كل نشكرك ضيفنا من كابول المحلل السياسي الأفغاني السيد فضل القاهر قاضي، كنت معنا من كابول حول تطورات المشهد في أفغانستان وسيطرة طالبان على الكثير من المديريات والمحافظات هناك. شكرا جزيلا لك.